ثلاث ليالي ولا اربع ليالي، واحد خاون فيهم تليفون هذوك اللي ساكنين فهم، شدوهم بربعه معاه. هذا حافظ بن مسعوده، حافظ وقصيوي هشام، هذو مشاو من صحاب. دابا الوليد ديالك فين مسكين؟ في تركيا. عندك عليه شي خبار؟ والو والو، عيط عليا مره وحده قال لي راه مشادني من ثم ما بقيت سمعت خبار. شحال المده دابا مولتي؟ غادا تكون تقريبا شهر و20 يوم، شهر و15 يوم. هو مشى مسكين يعني كان باغي يحسن الوضعيه ديالو. ايه قال لي عاود نمشي وغادي نسلكو لطاليان، نمشيو لطاليان نخدمو. دابا ملي مشى وتشدو في تركيا عند هذاك خينا في البيت ديالو، دابا جابت لينا اخبار غير وحده مشات من تركيا دازت للدار البيضاء ولمت هذاك اللي خاون تليفون، قالت ليهم ولدي وولد صاحبتي اللي من دار بيضاء مشدود معاهم جوج من بن سليمان، وهو عيط عليا قال لي راه مشدونا رحنا في تركيا. ايوا صافي وليدي اش اللي كاين؟ واليوم انا مريضه مرض نفساني، كنت نعاني من الاعصاب 22 عام ولا متبقى كاين نشرب الكينه، انا ما شربتش المخدرات ما نعش، واليوم اثر عليا وزادتني هذه بنت ولدي تاهي مات من عينيها. قال لي مات جناها نهار خميس راه باقي الكايله وحفينا، البارح رقدنا الى فطور الى غطا الى عشاء. هادشي اللي كاين وليدي. وباها مسكين خدام عمونا في رحنا عف العروبيه ما كيعرفش حتى التليفون، ما كيعرفش ليه. يعني دابا انت كتجي من بن سليمان لهنا للرباط؟ ايه من بن سليمان لهنا للرباط وليدي. وانا وليدي مأثرة، انا مأثرة ودابا راه انا عسامة، انا عسامة هنايا نتناو فيها، هي كتبكي ليا ما بغاش تتبرك ليا هنايا. يعني كتسناو العلاج ديالها دابا؟ كنتسناو العلاج، قالك حتى نهار اثنين ويديروا ليها ليريم، احنا كنتسناو نطلبوا من الله والمسلمين خوتنا كاملين كيشوفوا فينا، يشوفوا من حالنا ويشوفوا من هذا الشيء اللي كيدير، واحد يردك لواحد من واحد لواحد، يزوطونا من هكلوك. وانا ما قاريش حتى القرايه، كاين اللي ما قاريش عباد الله ما يعرفش حتى سميتو، كيقول لك سيري البلاصه الفلانيه الفلانيه، تمشي وترجعي لي يقول لك سيري البلاصه الفلانيه الفلانيه. يعني هذا الشيء اللي كنظن ان خلى الوليد ديالك مسكين باغا يمشي لهي باش يحصل الوضعيه باش يعاونك يعاون. وي وليدي ويني بغيت وليدي دابا كنطلبو غير يرجع ليا، كنطلب منهم من المسلمين خوتنا يشوفوا فيا غير يقولوا لي يا ولدي